بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التكفير بين الإفراط والتفريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إن متغيرات العصر ومضلات الفتن وتكالب الأعداء وتداعي الأكلة تدعو المسلم الغيور على أمته الناصح لإخوانه لأن يربأ بنفسه أن يكون معولا في يد أعدائه من حيث يدري أو لا يدري. ومن تلك الأمور التي هي من أعظم معاول الهدم في مجتمعات المسلمين التي تنادى لها أهل العلم والإيمان والفضل والصلاح والدين والغيرة إلى مقاومتها والتحذير منها، كما قد حذر منها السلف رحمهم الله تعالى وبينوا خطرها وعوارها، قضية التكفير. فليس الأمر فيها بالهين وما هو بالهين على الإطلاق، فليس بهين تكفير المسلم لأخيه المسلم والمجازفة بالحكم عليه بخروجه من ملة الإسلام وعده من أهل الكفر والشرك والقطع والجزم بأنه خالد مخلد في النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، ويتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في دار الدنيا. وكان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي وهو حق الله تعالى، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وعندما تتقرر خطورة التكفير وعظم شأنه وشدة القول فيه، فإن ذلك لا يعني التساهل وتميع القضايا وإغلاق باب الردة عياذا بالله، والحكم بالإيمان لمن ظهر كفره بالدليل والبرهان وانشرح صدره بالكفر والطغيان. ولكن المقصود بيان خطر المسألة والحذر من الجرأة في اقتحام أبوابها، حتى قال بعض أهل العلم: إنك لو مت ولم تقل في فرعون شيئا لم يؤاخذك الله تعالى بذلك يوم القيامة. ونحن اليوم أيها الإخوة والأخوات ضمن سلسلة تصحيح المفاهيم، ومع المحاضرة بعنوان التكفير بين الإفراط والتفريط، أمام مرجع من مراجع المسلمين في الفتوى وعلم من أعلامهم يبسط لنا الأمور على ضوء واضحة النهار، ألا وهو معالي شيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. نترك له الميكروفون ليبسط لنا الأمر فيما يتعلق بقضية التكفير بين الإفراط والتفريط، ونشكر له حفظه الله تعالى تقبله الدعوة ومجيئه إلى هذا المكان وإجابة الدعوة في مشاركتنا في هذه السلسلة، سلسلة تصحيح المفاهيم. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه البشير النذير. أما بعد، فإن الموضوع موضوع له أهميته، وهو مشكل قديم ولكنه تجدد في هذا العصر لأسباب كثيرة، أهمها قلة العلم والبصيرة، وأيضا جريان الهوى في كثير من الناس، فإن الهوى خطير جدا. فهذا الباب هو باب التكفير بين الإفراط والتفريط، باب مهم جدا، وقد بسطه العلماء رحمهم الله في مؤلفاتهم وفي كتب العقائد على وجه الخصوص. فالكفر ضد الإيمان، الكفر ضد الإيمان. الإيمان هو الإيمان بالله وكتبه ورسله
واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وله خصال كثيرة وشعب متعددة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتكون من قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان. وقد أمر الله به ورضيه لعباده، وأرسل الرسل وأنزل الكتب للدعوة إليه وبيانه، كما أنه سبحانه وتعالى يكره الكفر لعباده: إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله يحب من عباده أن يؤمنوا به ويكره لهم الكفر، مع أنه غني عن إيمانهم فلا يزيده إيمانهم وعبادتهم له، لا يزيد في ملكه شيئا ولا ينقص كفرهم وشركهم من ملكه شيئا، فهو غني عنهم: إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن العالمين. وإنما أمرهم بالإيمان والطاعة لمصلحتهم، ونهاهم عن الشرك والمعصية لدرء المفسدة عنهم والمضرة عنهم. والكفر هو الجحود، الكفر أنواع، منها الجحود، جحود الخالق سبحانه وتعالى وإنكار الخالق أو إنكار توحيده وانفراده بالعبادة، فالكفر ضد الإيمان، وهو أنواع. النوع الأول كفر الجحود، وهو ما ذكرنا: إنكار الخالق وجحود الخالق سبحانه وتعالى، ككفر الملاحدة والطبائعيين والدهريين، وكفر شرك كما في كفر عباد الأصنام الذين يقرون بالخالق سبحانه وتعالى وبربوبيته، ولكنهم يشركون معه غيره في العبادة، كما عليه غالب الخلق منذ بعث الله آدم عليه السلام، فإن أكثر الخليقة عندهم كفر الشرك، الشرك بالله عز وجل، فهذا كفر الشرك واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. والثالث كفر النفاق، بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا أشد، شد خطرا، لأنه فيه مخادعة لله ولعباده. والله جل وعلا أخبر أنه جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وأن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالعباد لا يخرجون عن هذا التقسيم، إما مؤمنون ظاهرا وباطنا لله عز وجل وهم الرسل وأتباعهم، وإما كافرون ظاهرا وباطنا وهم سائر الكفرة والمشركين
المعادين للرسل عليهم الصلاة والسلام، مع أنهم يعترفون بربوبية الله عز وجل، وإما منافقون يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر، الكفر الأكبر مخرج من الملة، وهذا هو النفاق الاعتقادي. ولهذا ذكر الله الأصناف الثلاثة في أول سورة البقرة، فقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الصنف الأول، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الصنف الثاني، وهم الذين كفروا بالله ظاهرا وباطنا، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ثم ذكر الصنف الثالث، الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، وهم المنافقون، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى آخر الآيات في قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فقسم العباد إلى هذه الأقسام الثلاثة. وهناك كفر يطرأ، وهو كفر الردة، فقد يكون الإنسان مؤمنا بالله ورسوله، صادقا بكتاب الله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطرأ عليه طارئ الردة فيرتد عن دين الإسلام. بأي نوع من أنواع الردة؟ بأن يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام التي ذكرها الله في كتابه، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وصنف العلماء فيها صنفات بيّنوها، أنواع الردة ونواقض الإسلام بيّنوها بيانا شافيا. فهذا المرتد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقتله بعد استتابته، قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو المرتد الذي كفر بعد إسلامه، المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه. فهذا تقسيم الناس، تقسيم الكفر: إما كفر عناد وجحود، وإما كفر نفاق، وإما كفر ردة والعياذ بالله. فالمسلم يخاف على نفسه
وعلى دينه وعلى إخوانه من أن يرتد عن دينه ويخرج من دين الإسلام بسبب الفتن التي تحصل وتكثر في آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والمسلم لا يأمن على نفسه، لا يأمن على نفسه من الردة، فقد ارتد قوم كثيرون معهم عقول ومعهم علوم ومعهم إدراك، وارتدوا عن دين الإسلام بسبب الفتن والشرور التي تحصل. ولهذا خاف الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نفسه من فتنة الشرك بعد التوحيد، فقال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فخاف على نفسه من عبادة الأصنام، لأن المسلم ما دام على قيد الحياة فهو عرضة للفتن وعرضة للردة، إلا من ثبته الله سبحانه وتعالى، لا سيما ودعاة الضلال دعاة الفتنة كثيرون، وبيدهم وسائل في وقتنا الحاضر لم تكن موجودة من قبل، يدهم وسائل للفتنة والدعوة إلى الشرك وإلى الكفر كثيرة، تغزو الناس في بيوتهم وعلى فرشهم بواسطة وسائل الإعلام المنحرفة. فالإنسان يخاف على نفسه ويسأل الله الثبات له ولذريته. جنبني وبني أن نعبد الأصنام، له ولذريته وإخوانه المسلمين. فالكفر قد يكون كفرا أصليا، قد يكون كفر نفاق، وقد يكون كفر ردة، وهذا أخطر شيء على المسلم، كفر الردة. ولكن الحكم بالكفر أمر خطير جدا، لا يتولاه إلا أهل العلم، لا يتولاه إلا أهل العلم وأهل البصيرة الذين يحكمون بموجب أدلة الكتاب والسنة، ولا يدخل فيه الجهلة، ولو كان عندهم غيرة وعندهم محبة للدين فلا يجوز لهم أن يدخلوا في هذا الباب من غير بصيرة ومن غير فقه في دين الله، فإن التكفير خطر عظيم. وإذا قال المسلم لأخيه: يا كافر، يا فاسق، يا عدو الله، فإذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن المقول فيه ذلك كذلك، فإن هذا يرجع على القائل، فإن هذا يرجع على القائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل يتثبت الإنسان من هذا الأمر العظيم، ولا يدخل فيه إلا على بصيرة وروية لئلا ينزلق. فإن الخوارج إنما ضلوا من هذا الباب، لأنهم حكموا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما على الخلفاء الراشدين، على عثمان وعلي، حكموا عليهم بالكفر، فما بالك بمن دونهم؟ وإنما أتوا من جهلهم مع عبادتهم الشديدة وخوفهم من الله، كثرة صلاتهم
وصيامهم، تلاوتهم للقرآن، فإنهم دخلوا هذا المدخل الخطر فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، عبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وما أوقعهم في ذلك إلا الجهل والحماس الشديد الذي ليس على بصيرة، والغيرة على دين الله كما يقولون، ولكن كل هذا إذا لم يكن على بصيرة أو على علم يكون خطرا على صاحبه. فهم اعتزلوا العلماء في وقتهم، اعتزلوا علماء الصحابة وكفروهم، وصاروا يجتمعون في أمكنة منعزلة ويتدارسون فيما بينهم ضلالهم، واكتفوا بفهمهم وتركوا العلماء، فحصل عليهم ما حصل من الضلال. وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم وإراحة المسلمين من شرهم، مع ما لهم من العبادة وما لهم من الخوف من الله وما لهم من تلاوة القرآن. كل هذا لا يجدي إذا كان على غير فقه وعلى غير بصيرة، إذا كان معه انعزال عن أهل العلم وعن أهل البصيرة، فإنه يؤول بأصحابه إلى هذا المآل السيء. يقول ابن القيم رحمه الله في وصفهم أي الخوارج: ولهم نصوص قصروا في فهمها، فأتوا من التقصير في العرفان. عندهم نصوص من الكتاب والسنة لكن فهموها على غير المراد، على غير مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بسبب الجهل وعدم الرجوع إلى أهل العلم والبصيرة، إلى الراسخين في العلم، فآل أمرهم إلى ما آل إليه، ولا يزال يخرج منهم في كل وقت من يتبنى هذا المذهب الخطر. والحكم في هذا أن من نطق بالشهادتين وتظاهر بالإسلام فإننا نقبل منه ذلك، ونكل أمره إلى الله، ونعامله معاملة المسلم ما دام لم يظهر منه ما يقتضي كفره وردته عن دين الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وفي بعض الغزوات طلب أسامة بن زيد رضي الله عنهما ورجل من الأنصار، طلب كافرا ليقتله، سار في أثره
وأسرعوا في طلبه ليقتلوه، فلما أدركوه قال لا إله إلا الله، فأمسك عنه الأنصاري وقتله أسامة بن زيد بعدما قال لا إله إلا الله، ظناً منه أنه لم يقل لا إله إلا الله إلا لأجل أن يسلم من القتل. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة مع حبه له وحبه لأبيه، أنكر عليه أشد الإنكار، قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يتقي بها السيف. قال صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تقول للا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فعند ذلك ندم أسامة رضي الله عنه ندامة شديدة، وعرف أنه أخطأ، فدل على التثبت في الأمر، وأن الأصل في المسلم الإسلام ما لم يثبت عليه أنه ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام المعروفة، وأشدها الشرك بالله عز وجل ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله وغير ذلك من أنواع النواقض التي ذكرها أهل العلم ولخص منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 10 نواقض ضمنها رسالة مختصرة هي من أهمها وأكثرها وقوعاً. فإذا حصل ناقض من نواقض الإسلام ولم يكن صاحبها معذوراً فإنه يحكم عليه بالردة، والذي يتولى الحكم عليه هم العلماء الربانيون الراسخون في العلم، ما يتولى الحكم على الناس بالكفر المتعالمون أو المبتدئون في الطلب أو الجهال أو المتعبدة من غير بصيرة ومن غير روية. هذا أمر خطير ومرده إلى أهل العلم والفقه في دين الله عز وجل. فإذا حصل من أحد ناقض من نواقض الإسلام فإنه حينئذ يبين له ويوضح له هذا الأمر ويستتاب، ولا يستعجل في الحكم عليه، فقد يكون عنده عذر يمنع من تكفيره. والأعذار منها أولاً الجهل، يكون الإنسان جاهلاً أن هذا الأمر ناقض من نواقض الإسلام فيبين له ذلك ويوضح له. ثانياً قد يكون مكرهاً، قد يكون فعل هذا مكرهاً لا مختاراً، والمكره معذور. قال الله سبحانه وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وسبب نزول هذه الآيات أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أمسكه المشركون وعذبوه وأبوا أن يطلقوه حتى يسب محمداً صلى الله عليه وسلم، فأجابهم إلى ما قالوا، تكلم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ليتخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم،
وإنما فعل هذا من أجل التخلص منهم لدفع الإكراه فقط. فجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له ما حصل منه، فقال له صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. أنزل الله جل وعلا: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالمكره معذور. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا. تقاه وهي دفع الإكراه فقط. فيجوز للمكره، يجوز للمكره أن يتكلم بكلام الكفر من أجل أن يتخلص من الإكراه، بشرط أن يكون قلبه مطمئن، أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه، ونزل فيه القرآن، ونزل قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاتل. ومن الأعذار أن يكون من حصل منه شيء من نواقض الإسلام أن يكون متأولا، أن يكون متأولا، ما تعمد، ولكن فهم من الآية ومن الحديث فهما خاطئا، فهم فهما خاطئا فقال بما قال من الضلال اعتمادا على فهمه الخاطئ، فهذا يوضح له أنه مخطئ وأن فهمه خطأ، فإذا تراجع فإنه يقبل منه ذلك، يقبل منه ذلك. وقد حصل أن بعض نفر شربوا الخمر في عهد عمر رضي الله عنه، شربوا الخمر متأولين قوله تعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ثم قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. الآية نزلت في قوم كانوا يشربون الخمر قبل أن تحرم وماتوا على ذلك، كانوا يشربونها في أول الإسلام قبل أن تحرم وماتوا على ذلك، فلما نزل تحريمها ندم عليهم أقاربهم وقالوا: إن أقوامنا كانوا يشربونها، فخافوا عليهم. فأنزل الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فعذرهم الله سبحانه وتعالى لأنهم شربوها قبل أن تحرم، فهم معذورون، ليس عليهم في ذلك إثم. فهؤلاء النفر شربوها وقالوا: إننا مؤمنون ونعمل الصالحات فليس علينا حرج في شربها، فشربوها، شربوها بعد ما حرمت، متأولين هذه الآية على غير تأويلها، ظنوا أن المؤمن ليس عليه حرج أن يشربها فشربوها. فجاء بهم عمر رضي الله عنه استشار الصحابة في شأنهم، فقالوا: إن استحلوها كفروا، إن استحلوها كفروا، وإن لم يستحلوها فإنهم يجلدون،
يجلدون الحد، فلما نوقشوا في ذلك بيّنوا أنهم متأولون للآية وفهموها على غير فهمها، فعذروهم بالتأويل ولم يكفروهم وأقاموا عليهم الحد، حد الشارب، لأنهم مسلمون، والمسلم إذا شرب الخمر يجلد ويقام عليه الحد. فهذا دليل على أن المتأول إذا تأول تأولا غير صحيح فإنه يبين له، فإذا اعترف وأقر وتراجع فإنه يقبل منه ذلك. أيضا قد يكون الذي أتى بالناقض من نواقض الإسلام مقلدا لغيره، ظن أن فلانا وفلانا أو البلد الفلاني أو يعملون هذا الشيء وهم يتظاهرون بالإسلام، فهذا دليل على أن هذا الشيء ليس كفرا فقلدهم، فهذا يبين له أن هذا تقليد أعمى، تقليد لا يجوز، وهم على خطأ، ولا يجوز التقليد للمخطئ والمخالف، فإذا بين له وتراجع يقبل منه ذلك. فهذه أعذار يعذر فيها من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ويدرأ عنه الحكم بالردة نظرا للعذر. ولكن من الذي يتولى هذا؟ هم العلماء، ولا يتولاه من هو جاهل. ولو كان يحفظ النصوص ويحفظ الآيات والأحاديث، ما كل من يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث يفهمها على الوجه الصحيح. هذا فقه يؤتيه الله من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة هي الفقه في دين الله عز وجل. ليس العلم بكثرة الحفظ، حفظ المتون، حفظ الآيات والأحاديث، إنما العلم بالفقه، الفقه في دين الله، ومعرفة ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم المرجع في هذا الأمر، يجب أن يرجع إليهم. والناس في التكفير الآن على ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. الطرف الأول المفرطون، الغالون، المتشددون، الذين نحوا منح الخوارج السابقين، فصاروا يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم بناء على فهمهم الخاطئ للنصوص. فهذا غلو في التكفير وإفراط في التكفير من غير بصيرة ومن غير رجوع إلى أهل العلم، كما أن الخوارج من قبل لما لم يرجعوا إلى علماء الصحابة حصل لهم ما حصل من الضلال ومن الفتنة. فهذه آفات وآثار الاعتزال عن العلماء والاعتزال عن أخذ العلم من أهله وأخذه من غير أهله، يسبب هذا الأمر، يسبب هذا الغلو وهذا التشدد وهذا الشر الذي لا يقتصر ضرره على أصحابه بل يتعدى إلى المسلمين. الخوارج، من هم الخوارج؟ الخوارج هم الذين يخرجون على ولي أمر المسلمين ويشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة، وأيضا يكفرون المسلمين، كفرونهم بالكبائر التي دون الشرك، كفرونهم بشرب الخمر، كفرونهم بأكل الربا، كفرونهم بالزنا، بالسرقة، كفرونهم بهذه الأمور وهي لا تصل إلى حد الكفر، وإنما هي كبائر يحكم على صاحبها بالفسق ونقصان الإيمان، يحكم على صاحبها بالفسق ونقصان الإيمان، ويقام عليه الحد إذا كان هناك حد، كحد السرقة، حد شرب الخمر، وحد الزنا،
يقام عليه الحد، القصاص، النفس بالنفس، وهو مسلم. لو لم يكن مسلما لم يقام عليه الحد، الحد لا يقام على الكافر، كافر يقتل بكفره، إنما تقام الحدود على العصاة من المسلمين. فأصحاب الكبائر التي دون الشرك لا يحكم عليهم بالكفر، إنما هذا فعل الخوارج الذين يحكمون بالكفر على من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك. ولذلك استحلوا دماء المسلمين وصاروا يقتلون المسلمين ولا يقتلون الكفار، كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. ما عرف أن الخوارج قاتلوا الكفار أبدا، وإنما الخوارج في نحور المسلمين يقاتلون المسلمين ويقتلونهم في كل عصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء هم الخوارج الذين يشقون عصا الطاعة ويفرقون الجماعة ويخرجون على ولي أمر المسلمين ويستحلون دماء المسلمين لأنهم حكموا عليهم بالكفر بارتكابهم بعض الكبائر التي دون الشرك، وذلك لجهلهم بدين الله عز وجل وأخذهم بأدلة لم يرجعوا فيها إلى ما يفسرها ويبينها من الأدلة الأخرى. فإن كتاب الله فيه المحكم وفيه المتشابه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم الذي يفسره ويوضحه ويبينه، يأخذون طرفا من النصوص ويتركون الطرف الآخر. أما الراسخون في العلم فيقولون: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالمحكم وبالمتشابه لأنه كله من عند الله، فيردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به. فآيات الوعيد تقابلها آيات الوعد، تقابلها آيات الوعد في القرآن الكريم، آيات المغفرة والتوبة، آيات الحدود التي تقام على أصحاب الكبائر التي دون الشرك، يقابل هذا بهذا ويفسر هذا بهذا، ولا يؤخذ طرف دون طرف. هذا هو الطرف الأول في التكفير، وهم الخوارج ومن سار على طريقتهم لتكفير المسلمين والخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة وتفريق جماعة المسلمين. كفى الله شرهم ووقانا من خطرهم، ونسأله أن يهديهم، نسأله أن يهديهم ويردهم إلى الصواب. لكن هذا مما يعطي المسلمين البصيرة في أمر الخوارج والحذر منهم، وأن لا يثقوا بهم، وأن لا يتركوا أولادهم فريسة لهم يغيرون أفكارهم ويملؤون أدمغتهم من الشبهات التي ضل بها من كان قبلهم. فهذا يعطي المسلمين درسا نحو الخوارج، وهم لم ينقطعوا، إنما يخرجون في كل زمان، وهذا الفكر باقي يتوارثه أهل الضلال. فعلينا أن نحذر منهم وأن نحذر منهم وأن نضبط أنفسنا وأولادنا وأن نهتم بقراءة كتب العقائد الصحيحة التي فيها التحذير من هذه الفرق الضالة المنحرفة. فالعلماء لم يقصروا، ذكروا هذا في كتب العقائد التي تدرس في المعاهد والكليات والمدارس، تدرس في المساجد، من أجل أن يتفقه المسلمون في دين الله ويحذروا من هذا الفكر السيء الذي يحمله أهل الضلال
ومن ورائهم الكفار يؤزونهم ويدفعونهم ويشجعونهم ليضربوا بهم المسلمين. فعلينا أن نحذر من هذا الصنف من الناس، وهو موجود ومتكرر ويتجدد في كل وقت. علينا أن نحذر من هذا الفكر ومن أصحابه. الطرف الثاني الطرف المتساهل الذي لا يرى أن أحداً يكفر، وأن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم، ولو فعل ما فعل، لو دعا غير الله، لو كفر بالله، لو ذبح لغير الله، لو فعل أي فعل، يقولون لا يكفر وهو يقول لا إله إلا الله. يا سبحان الله، من قال لا إله إلا الله لا يكفر إذا فعل النواقض. لا إله إلا الله لا بد أن يعمل بمقتضاها، يعرف معناها ويعمل بمقتضاها. فإذا كان يقولها بلسانه ويخالفها بأفعاله ومعتقداته وأفكاره فإنه يكفر، وإن كان يقول لا إله إلا الله، لأنه ناقضها باعتقاده وأقواله وأفعاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن من قال لا إله إلا الله فإنه يحرم دمه وماله، قال إلا بحقها، إلا بحق لا إله إلا الله، وهو أن يلتزم بها ويعمل بها ويتجنب ما يناقضها وينافيها من العقائد والأقوال والأفعال الكثيرة. فليس كل من قال لا إله إلا الله يكون مسلما يحكم باستمراره على الإسلام، إلا إذا تجنب هذه النواقض وابتعد عنها. هناك من يقول لا، لا يحكم على أحد بالكفر ما دام يعتقد بقلبه ويقول لا إله إلا الله، ولو ذبح لغير الله، ولو دعا غير الله، ولو استغاث بالأموات والمقبورين، ولو فعل ما فعل فإنه مسلم. هذا تفريط والعياذ بالله، هذا تفريط وإلغاء للنصوص. فكما أن الخوارج أخذوا بطرف من النصوص، هؤلاء أخذوا بطرف آخر من النصوص، فهم سواء، لم يأخذوا النصوص كلها ويفسروا بعضها ببعض ويردوا بعضها إلى بعض. وهؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا مبدأهم ومذهبهم، يقولون الإيمان هو اعتقاد القلب. بعضهم يقول الإيمان هو اعتقاد القلب ولو لم ينطق بلسانه، وبعضهم يقول الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه، وبعضهم يقول الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ولو لم يعمل بجوارحه. كل هذه أقوال إرجائية ضالة، وهي طرف التفريط والإهمال، فهم على طرف نقيض مع الخوارج. ومثلهم الآن الجهال من الصحفيين والكتاب الذين أخذوا هذا المذهب، مذهب الإرجاء، وصاروا ينادون بأن لا يكفر أحد وأن لا يحكم بالردة على أحد، وأنه يكفي التسمي بالإسلام ولو فعل ما فعل مما يناقض الإسلام ويخالف الإسلام، يقولون لا يحكم عليه بالكفر. وهذا تفريط ظاهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وضلال مبين. أما الوسط فهم أهل السنة والجماعة الذين تبرأوا من مذهب الخوارج وتبرأوا من مذهب المرجئة ومن سلك سبيلهم، توسطوا في الأمر فقالوا من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام وليس له عذر من الأعذار السابقة فإنه يحكم عليه بالردة، وإن كان يقول لا إله إلا الله، وإن كان يصوم ويصلي ويحج، ما دام أنه عنده اعتقاد باطل أو عنده أفعال مكفرة وليس له عذر من الأعذار التي تدرأ عنه الكفر فإنه يحكم بكفره وردته. وذلك جمعا بين النصوص
بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، بين النصوص التي تمسك بها الخوارج والنصوص التي تمسك بها المرجئة. فأهل السنة والجماعة يقولون من ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام وليس له عذر، بين له ووضح له فأصر ولم يقبل التوجيه، إنه يحكم عليه بالردة، ولو كان يقول لا إله إلا الله، ولو كان يصوم ويصلي، لأنه ناقض ذلك بأفعاله واعتقاده وأقواله. أما من لم يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام لكنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب التي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقذف المحصنات وغير ذلك من الكبائر، فهذا لا يحكم بأنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، ولا يحكم بأنه كافر خالص كما تقوله الخوارج، وإنما يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، فيسمونه مؤمنا ناقص الإيمان، فيعطونه مطلق الإيمان ولا يعطونه الإيمان المطلق. الإيمان الكامل هو الإيمان المطلق، وأما مطلق الإيمان فهو الإيمان الناقص الذي لم يصل صاحبه إلى حد الكفر، فيحكم عليه بالفسق وعلى أنه ناقص الإيمان، لكن لا يحكمون عليه بالردة كما تقوله الخوارج، ولا يحكمون له بكمال الإيمان كما تقوله المرجئة، وإنما يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية لا كما تقوله المرجئة أنه لا ينقص، ولا يزول الإيمان بالكبيرة التي دون الشرك كما تقوله الخوارج. فهذا أمر خطير جدا، وهو مسألة التكفير بين الإفراط والتفريط، والواجب لزوم منهج أهل السنة والجماعة، وهو المنهج الوسط الذي جاء به الكتاب والسنة، ولكن هذا لا يحصل إلا بالتعلم على أهل العلم الراسخين ودراسة كتب أهل السنة والجماعة، والابتعاد عن الكتابات وعن المؤلفات الضالة التي ألفها أهل الضلال أو ألفها أهل الجهل والمتعالمون. نبتعد عن هذا كله ونأخذ بوسائل العلم النافع والعمل الصالح. وفق الله الجميع لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه هذا البيان والبسط الوافي لهذه القضية العظيمة التي يحتاجها كل مسلم أراد النصح لنفسه لتعلقها بأهم أمور الدين. يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام من أعظم أمور الدين، ومثله بالمقابل بالتساهل في هذا الأمر كما بيّن فضيلة الشيخ قبل قليل حفظه الله تعالى. وردتنا أسئلة كثيرة في الباب نفس الذي تطرق إليه فضيلة الشيخ، وهناك مسائل أخرى تتعلق بأمور من الدين مختلفة عن موضوع المحاضرة، فسنقدم ما يتعلق بأمر المحاضرة، ومن لم يسمع سؤاله فسيكون هذا خاضع لظرف الشيخ والوقت المسموح به لنا في من قبل الشيخ. وأيضا الأمر الآخر يتعلق بتشابه الأسئلة، فمن لم يرى سؤاله فقد يكون لهذا أو هذا. حفظ الله الجميع ورعاكم وشكر الله لكم حضوركم في ذلك. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ: قلتم حفظكم الله أن من موانع التكفير الإكراه، فما هو حد الإكراه الذي يعذر به الشخص؟ حد الإكراه أن يهدد بالقتل أو بالضرب أو بانتهاك حرمته
ولا يمكنه التخلص من ذلك إلا بإعطائهم ما طلبوا ليتخلص بالإكراه مع إنكار هذا بقلبه واطمئنان قلبه بالإيمان. هذا هو الإكراه. نعم. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: هل يلزم العالم إذا تبين له كفر المعين الإخبار بذلك ليحذر منه، وما حدود المصلحة في ذلك؟ إذا كان هذا الذي حكم بردته له شان في الناس والناس مغترون به وهو يدعو إلى مذهبه، فيجب يحذر منه ولا يسكت عنه. أما إذا كان شره مقتصرا على نفسه ولا ينشر شره، فهذا يناصح ويترك ما دام أنه مقتصر على نفسه ولا ليس على الناس خطر من شره، فهذا يناصح، يكثف معه النصيحة لعل الله أن يهديه، ويكون هذا سرا، يكون هذا سرا بينه وبين الناصح. نعم. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: ما جوابكم عمن يقول لماذا لا يعذر الخوارج بالجهل والتأويل كما عذرنا من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بنفس هذا العذر؟ لأنهم جردوا السيوف وقاتلوا المسلمين. أما لو أنهم سكتوا واقتصروا على أنفسهم واقتنعوا بفكرهم ولم يقاتلوا المسلمين فإنهم يتركون. ولهذا من اعتنق مذهب الخوارج ولم يظهر منه شيء ولم يقاتل هذا يترك، لأنه اقتصر شره على نفسه. نعم. صلى الله عليكم. ما تقولون حفظكم الله بمن يقول، وهذا مما يسمع من بعض الدعاة الذين يتصدرون مثل هذه الأوقات، بعض الشبكات وغيرها، من يقول أن حكام الدول الإسلامية كلهم ظالمون ولا بد أن يغيروا؟ هذا لا دخل لنا فيه. تغيير الحكام الذي يترتب عليه سفك دماء واختلال أمن وضرر بالمسلمين لا يجوز، يقارن بين المصالح والمفاسد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. صلى الله عليكم. من أصعب المسائل فضيلة الشيخ المشكلة عند الشباب أو بعض الشباب مسألة تحكيم القوانين الوضعية، فنرجو التوضيح فيها حفظكم الله تعالى. أنا وضحه العلماء، وأقرب شيء تفسير ابن كثير رحمه الله، يقول: الذي يحكم بغير ما أنزل الله إن كان يرى أنه أحسن من كتاب الله وأن حكمه أحسن من حكم الله، أو أن حكم غير الله مساو لحكم الله وأنه مخير إن شاء حكم بما أنزل الله أو حكم بغيره على التخيير، فهذا يحكم بكفر بلا شك، هذا كافر بالإجماع. أما إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الحق وأن القانون باطل ولكنه يحكم به لهوى في نفسه أو طمع يناله، فهذا ظالم وفاسق، لكن لا يحكم بكفره، لأنه يعتقد أن حكم الله هو الواجب وأن حكم غيره باطل، ولكنه فعل هذا إما لتحصيل وظيفة وإما لطمع من المطامع، وهو عقيدته باقية، عقيدته في كتاب الله وأنه هو الحق وأنه هو الواجب الحكم به عقيدته باقية، فهذا يفسق ولا يحكم بكفره، لأن هذا كفر عملي. نعم. صلى الله عليه. قل: ما حكم من لبس اللباس لباس النصارى واليهود الخاص بهم كتعليق الصليب ونحوه؟ تعليق الصليب لا يجوز لأنه شعار الكفر. أما لباس النصارى الخاص بعبادتهم ومظاهرهم هذا لا يجوز، أما لباسهم العادي الذي يلبسونه للعادة لا للعبادة ولا لمظاهرهم في كنائسهم ليس له علاقة بدينهم وإنما هو من باب العادات، فهذا أمره سهل، يكون قد يكون فيه تشبه، قد قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أما تعليق الصليب أو لبس اللباس الخاص بكنائسهم
أو مظاهر دينهم فهذا لا يجوز للمسلم. نعم. صلى الله عليك. يقول هذا السائل: من عمل عملا مما قرره العلماء أنه ناقض من نواقض الإسلام وهو مقر بأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وأنه مخطئ في ذلك، هل يكفر؟ هذا لا يكفر، كما سبق أنه إذا فعل هذا متأولا أو جاهلا أو مكرها أو مقلدا لغيره لا يكفر، لكن يحكم بفسقه وأنه فاسق ناقص الإيمان. نعم. صلى الله عليكم. يقول هذا السائل: فضل الشيخ وفقك الله، نلاحظ أن كثيرا ممن يسلم في البلاد الغربية ويسكنون هناك كثيرا منهم يرتدون عن الإسلام بعد مدة، وخاصة النساء، فما توجيهكم في هذه القضية جزاكم الله خيرا، علما بأن السائل يبدو الذي كتب هذا السؤال قد أسلم وهو من الغرب. نعم، هو المسلم على خطر سواء كان في الغرب أو في الشرق، المسلم على خطر من الأعداء ومن دعاية الضلال، فعليه أن يتمسك بدينه وأن يتعلم أمور دينه وأن يصبر الصبر، لا بد من الصبر، لأنه قد يتعرض لأذى، يتعرض لمضايقات، يتعرض لأطماع ورغبات، لا بد من الصبر على الدين، يصبر على هذا، ومن لا صبر له فإنه لا يثبت على الدين، من ليس عنده صبر لا يثبت على الفتن وعلى الشرور التي تحصل، فلا بد من الصبر، ولا بد من ولا بد من الثبات على ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ظهر عندنا جماعة، يبدو أن السائل في مكان آخر غير هذه البلاد، يقول أن العمل شرط صحة في الإيمان وليس بركن، ويطلقون علينا نحن من يقول أن العمل ركن في الإيمان خوارج، فما حكم قولهم هذا؟ هذا قول المرجع اللي يقول أن العمل شرط لكمال الواجب أو المستحب، هذا قول المرجع الذين يرون أن العمل ليس من الإيمان وإنما هو شيء خارج عن الإيمان، شيء خارج عنه، والإيمان بالقلب يقولون، هذا قول الخوارج. الإيمان العمل من الإيمان وليس شرطا للإيمان فقط، ليس شرطا فقط وإنما هو من الإيمان، إنما هو من الإيمان، من حقيقة الإيمان، ليس شرطا. فمن فقد العمل فهو إما أنه ناقص الإيمان وإما أنه ليس عنده إيمان أصلا، إذا ترك العمل نهائيا ولم يعمل شيئا أبدا من غير عذر وهو متمكن من العمل هذا ليس بمؤمن. وأما من ترك بعض العمل فهذا ينظر فيه، قد يكون ناقص الإيمان وقد يكون ليس عنده إيمان. من ترك الصلاة، الصلاة عمل، من تركها فقد كفر بنص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فهناك أعمال إذا تركها الإنسان يكفر، وهناك أعمال إذا تركها قد يكفر وقد لا يكفر، ويحتاج هذا إلى تفاصيل وإلى تثبت في هذا الأمر. المهم أن العمل من الإيمان، داخل في حقيقة الإيمان، وليس هو شرط، لأن الشرط يكون خارج عن المشروط، والعمل ليس خارج عن الإيمان بل هو داخل فيه، لكن هذا من قلة فقههم ومن قلة فهمهم لدين الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إننا نحبكم في الله فضل الشيخ، ماذا نقول عن الذين يستهزئون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من حلق اللحى وتغيير الإزار وتقصير الإزار ومن يطبقها جزاكم الله خيرا؟ الذي يستهزئ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويتنقصها هذا من أنواع الردة والعياذ بالله، هذا من نواقض الإسلام، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فالذي يكره سنة الرسول أو يستهزئ بها هذا من نواقض الإسلام، نسأل الله العافية. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم تكفير الرافضة وهل يكفر الرافضي بعينه؟
نحن نقول من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو استغاث بالأموات أو غير ذلك من أنواع الشرك فإنه كافر من أي الطوائف، من أي الطوائف كان. فالأمر يتعلق بالتوحيد والإيمان والكفر، فمن فعل الكفر فهو كافر إلا إذا كان معذورا بالأعذار السابقة من أي طائفة كان. نعم. صلى الله عليك. يقول هذا السائل: هل من أنواع الكفر ما يسمى بكفر الشك؟ نعم نعم، ذكر العلماء أن الردة تحصل إما باعتقاد، إما بقول، وإما بفعل، وإما باعتقاد، وإما بشك. فإذا شك في شيء من القرآن أو في شيء من السنة إن صحيح أو ما هو صحيح، هل هو يوافق الواقع، يوافق العلم الحديث أو يخالف العلم الحديث، إذا تشكك في كلام الله وكلام رسوله هل هو صحيح أو ما هو صحيح، هذه ردة عن دين الإسلام. نعم. إن شاء الله عليك. يقول هذا السائل: القاعدة التي هي من لم يكفر الكافر فهو كافر، هل هي الكافر الأصلي فقط أم في المسلم المرتد كذلك، حيث مثلا أن بعض العلماء يكفر من ترك فرضا من واحدا من الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها؟ نعم. هل نقول بذلك من لم يكفر الكافر راضيا بفعله ويرى ما فعله ليس بكفر، يقول إن الذبح للأموات أو دعاء الأضرحة أو غير ذلك هذا ليس بكفر، فهو كافر مثلهم، لأنه أقرهم على ذلك ووافقهم عليه واعتبره غير كفر، فيأخذ حكمهم والعياذ بالله، ولو كان هو في نفسه لا يعمل هذا الشيء، لكن إذا قال إنه ليس بكفر فإنه يكون كافرا لأنه رضي به وزكاه واعتبره صحيحا. نعم. صلى الله عليك. يقول هذا السائل: واحد أخذ مال من نصراني من دون علمه وتاب بعد ذلك ولم يجد النصراني مرة أخرى، فماذا يفعل؟ لا يجوز أخذ مال المسلم ولا أخذ مال الكافر إلا بالجهاد في سبيل الله والغنيمة في القتال، ما عدا ذلك فلا يجوز أخذ أموال الناس للكفار ولا المسلمين، إلا الكفار في القتال والمغانم التي تؤخذ الجهاد في سبيل الله، أما الخيانة والغدر إنه والسرقة هذا لا يجوز لا مع المسلم ولا مع الكافر. وإذا سرق المسلم أو أخذ مال الكافر فإنه يكون سبة للإسلام ويكون منقبة على الإسلام، فالمسلم أمين لا يخون ولا يغدر ولا يسرق ولا يخون أحدا، هذا هو المسلم، يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا. وبالنسبة لما حصل أخطأ هذا الشخص، أخطأ حيث أخذ مال الغير بغير حق، وإذا بحث عنه ولم يجده فإنه يتخلص منه بأن يضعه في مشروع من المشاريع أو يعطيه لمحتاج من المحتاجين ويتخلص منه. نعم. صلى الله عليك. هذه أسئلة ممن يتابع هذه المحاضرة عبر الإنترنت وعبر الشبكة، وفي سؤال سبق قبل قليل للشيخ وجاء ما يكمله، وهذا السائل من البحرين يقول: فضل الشيخ، يوجد معنا في العمل بعض المنتسبين لمذهب الشيعة، يقول يوجد معنا في العمل، هذا السؤال من البحرين يا شيخ، يقول بعض المنتسبين لمذهب الشيعة، فهل يجوز السلام عليهم ومصافحتهم، وهل يجوز إجابة دعوتهم ونحو ذلك؟ أما السلام عليهم فلا تبدأهم بالسلام، إذا سلموا عليك ترد عليهم السلام، وأما إجابة دعوتهم إذا لم يكن فيها منكر وإنما هو طعام حلال لا، فلا بأس أن تجيبهم وأن تأكل من طعامهم إذا كان فواكه أو طعام حبوب أو ثمار تأكل من طعامهم. نعم. أما الذبائح فلا تأكل منها، إذا ذبحوها لا تأكل منها. نعم. صلى الله عليك. يقول هذا السائل: حينما ننصح الشباب بالتحذير من الخوارج يسمعون ويتقبلون، ولكن حينما تذكر لهم بعض الأشخاص البارزين ممن ينتسبون لمثل هذا
نجدهم يترددون في الأخذ والاستمرار في التجاوب معنا، فما نصيحتكم وما الطريق للتوصيل العلمي لمثل هؤلاء؟ المسألة ما هي مسألة أشخاص، إنما المسألة مسألة مذهب، فنحن نحذر من مذهب الخوارج ونذكر شبههم وننقضها ونجيب عنها. أما الأشخاص فهؤلاء يدعون ويناصحون لعلهم يقبلون النصيحة، فإذا لم يقبلوا فإنهم يتركون وينبذون ويعرض عنهم، نعم، ويكون أمرهم إلى ولي الأمر. صلى الله عليك. هذا السائل يقول من غير هذه البلاد، يقول يوجد في بلادنا من الخوارج وهم يعملون فسادا، يقول ممن يوجد في بلادنا من الخوارج ممن يعيثون فسادا، وقد قتلوا المصلين هذه السنة في التواريح في التراويح في صلاة التراويح من أهل التوحيد في رمضان في آخر هذا الشهر، فهل يجوز قتل هؤلاء وما الحكم في التعامل معهم؟ نعم، هذا مذهب الخوارج، إنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قتلهم، الذي يتولى قتلهم هو الولاية ولي الأمر، أما أفراد الناس لا، لأن هذا يلزم منه الفوضى، فإذا قتلتموهم قتلوكم وقتلوا أولادكم وهاجموكم، يلزم من هذا الفوضى وسفك الدماء، إنما هذا يرجع لولي الأمر. إذا كان هناك ولي أمر ينفذ الحدود ويجري العقوبات يرفع الأمر إليه، وأما إذا لم يوجد ولي الأمر فلا يجوز لأحد أنه هو الذي ينفذ وهو الذي يقتل، لأن هذا يلزم منه الفوضى. نعم. من الأسئلة أيضا الذي جاءت عبر الشبكة، يقول شيخنا بارك الله فيك، هل يجوز للمبتدئ في طلب العلم أن يحكم على من وقع في الكفر المعلوم من الدين بالضرورة، مثلا الحكم على ساب الرب بالكفر بعينه إذا تلفظ بها؟ نعم، هو من سب الله أو سب الرسول أو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يحكم عليه بموجب ما فعل، لكن إذا كان له عذر من الأعذار فإنه يناصح ويبين له، أو عنده شبهة فإنه يبين له خطأه وضلاله، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل قامت عليه الحجة وبرئت ذمة المناصح. نعم. صلى الله عليك. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الأصل مع الكفار الحرب أو السلم، وهل يقاتل الكافر لكفره أو لحرابته؟ هذه مسألة الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله إنما يكون تحت راية مسلمة ينفذها ولي أمر المسلمين، لا بد أن يكون هذا من صلاحيات ولي أمر المسلمين، وهو من السياسة الشرعية التي تتبع ولي الأمر من المسلمين، هذا هو الجهاد في سبيل الله. والكافر إذا كان كفره قاصرا على نفسه ولا يتعدى إلى غيره فهو لا يقتل، لذلك لا يقتل الشيخ الهرم، ولا تقتل المرأة الكافرة، ولا يقتل الصغير، ولا يقتل الراهب في صومعته، لأن هؤلاء كفرهم قاصر عليهم لا يتعداهم. أما إذا كان الكافر يدعو إلى الكفر ويصد عن سبيل الله ويحارب الإسلام فإنه يجب قتاله. نعم. صلى الله عليك. وفي سؤال قريب من هذا، يقول هذا السائل، كيف يكون الجواب أو الرد على من يقول أنا أذهب للجهاد هنا أو هناك من أجل لأنهم يجاهدون على المنهج الصحيح؟ لا جهاد إلا براية مسلمة تحت ولي أمر المسلمين، وإلا هذا من الفوضى وليس من الجهاد، وهذا يحصل به من الضرر على المسلمين أكثر مما يحضر من المصالح، تحصل الفوضى سفك الدماء ولا يتحقق من ورائه مصلحة بل مضرة. نعم. لعل هذا يكون السؤال قبل الأخير. يقول السائل، من فعل الشرك مثل أن يدعو غير الله الشفاء لمريضه، هل نقول أنه مشرك أو نقول فعله شرك مع أنه يقول لا إله إلا الله ويصوم ويحج؟
إذا كان ليس له عذر في دفع الشرك عنه فهو مشرك، أما إذا كان جاهلا أو مقلدا أو عنده تأويل ظنه صحيحا فهذا يبين له، فإن أصر إنه يحكم عليه بالشرك لأنه زال عذره. نعم. هذا سائل يقول: شخص وقع في بعض الكبائر كقذف المحصنات والزنا وغيره والعياذ بالله، فما الطريقة للتخلص من هذه الكبائر وفقكم الله وسدد خطاكم؟ هذا الذي حصل منه كبائر، إن كانت هذه الكبائر خاصة به كشرب الخمر والسرقة وغير ذلك فهذا يتوب إلى الله فيما بينه وبين الله ويرد المظالم إلى أصحابها، إذا كان ظلم أحدا أو أخذ ماله يرد عليه ماله، أما إذا كان هذا يتعلق بحد من حدود الله فهذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية وإلى ولي الأمر، لكنه إذا ستر نفسه وليس عنده حقوق للناس وستر نفسه وتاب إلى الله فهذا يكفي والستر مطلوب، فيتوب إلى الله فيما بينه وبين الله ويحسن العمل ويكثر من الأعمال الصالحة والله يتوب على من تاب.